تشرفت اليوم بإعطاء ورشة بعنوان التسامح الوظيفي لمؤسسة وطن الإمارات. التسامح الوظيفي نبدأها بداية بالتسامح والتصالح النفسي عن طريق الذكاء العاطفي وفهم الذات وفهم المجتمع، والخطوة الثانية نتكلم عن فهم المجتمع والتحكم في المجتمع عشان نوصل للتسامح اللي احنا نطمح له. طبعا التسامح هدفه السعادة. الله يسعدنا وياكم جميعا. طبعا حضرنا اليوم دورة التسامح الوظيفي، وتم إلقاء الضوء على أهمية التسامح على المستوى الشخصي والمهني، وتم التركيز على ما يقوم به التسامح من بث روح الإيجابية وتحسين بيئة العمل وتطوير الشخصية. نحب نشكر مؤسسة وطني على تخصيص هذه الدورة للموظفين في القطاع الحكومي.